اليوم ما بعرف مين حضر امبارح، حضر حدا منكم امبارح حضر المحاضرة؟ تقريبا الهيدا الشيء، لأن بدي أجرب اللي ما حضر المحاضرة، بدي أجرب عيد شوي يعرف شو بدنا نحكي هيك على السريع، وبعدين بدنا نحكي بأمور كتير ونعرف كيف بدنا نصير نعالج حالنا. امبارح حكينا بس بدنا نصير نحن نعالج حالنا مشان ما كل ساعة والتاني يلا هون ويلا هون، عند حكيم هون وعند فلان هون. مش معناتها انه مش لازم نروح بقى يعني ننسى الطب هيداك، لا، بس نصير نقدر بالقليلة بالشغلات، نكون بالبيت صار معنا شيء نقدر نحن نعالج حالنا وبسرعة. في الآن كمان بالسوجوك في شيء اسمه emergency، يعني طوارئ بالسوجوك، تكون واحد قبل ما يلحق حاله صار معنا شيء، طلع الضغط عالي كتير، صار في مشكلة بالقلب، تلفنا للطبيب للأمبولانس نروح، قبل ما يجي الطبيب قبل ما وصل على المستشفى نقدر نعمل شيء ساعتها، ما أقول نخلص المريض نخلص حالنا. بقى خليني اليوم قبل كل شيء أهل وسهلا فيكم، ومنتشكر كمان الدكتور إياسي على المجهود اللي عمله، وهو اللي خلانا نجي لهون، يعني كلمتين منه دغري أنا أعطوا نجي عن الشعب الحبيب تبعنا اللي بنحبه. خلينا نرجع هيك نظرة صغيرة شو هو سوجوك. هلا كلنا بنعرف بالطب البديل في كتير شغلات، بالطب البديل في وخز الإبر الصيني، في الريكي، في الريفلكسولوجي، في اسحيت العين كيف بيعملوا، في الاوريكولو الاكوبانشر يعني بالدينه، كله هذا طب بديل، وفي الميكروبيوتيك، كله طب بديل. هذا السوجوك بحد ذاته، السوجوك هذا كله انا عامله كله، بس السوجوك هو اجدد طريقه بكل الطب البديل. كل اللي حكيتهم هلا هن موجودين كلهم بالسوجوك، كلهم كل شيء موجود بالسوجوك. ما بعرف اذا حدا منكم عامل شيء وخز ابر، بيعرف مثلا مسارات كيف طالعه بجسمه ونازل، حدا بيعرف منكم اكوبانكشر عاملين وخز ابر؟ بقى اليوم بدنا نحكي، ما رح نحكي عن الاكوبانكشر عن وخز الابر الصيني، ولا لان هي داخله كمان بالكف كلها، ولا بنشوف ليش وبتشوفوا ليش، اللي بيعرف بصير يعرف ليه. سنة 87 في عالم من كوريا من سيول اسمه بارك جي وو، فيكم تكتبوا في هيك يعني في شغلات تاريخية، بس هو لما كان سنة 55 كان بعده شاب هيك، كان يضل يطلع بايده، وكان بالجيش، كان كل ما هيك يكون عنده وقت فاضي يطلع بايده يشوف انه هيدا اصبعه الكبير كثير شبيه للراس، ضل يفكر تفكير يفكر لسنه 87 بلش يكتب ويحلل ويعمل ويراقب ويشوف. لسنه 87 اكتشف هالقصة كلها، اكتشاف، هيدا اسمه اكتشاف طبي. اخر العصر العشرين اطباء كتير بالعالم التقليديين، عم بحكي اطباء تقليديين، من بعد ما حضروا محاضرات وعرفوا شو السوجوك كتبوا عنه انه هيدا اكتشاف، حقا اكتشاف اخر العصر العشرين، اكتشاف طبي. وبعد وقت مش كتير بعيد هيدا الطب راح يفوت بالطب التقليدي. قالوا ايه ولا قالوا لا؟ وبلشوا هلا كثير اطباء تقليديين عم بفوتوا بالقليله تيقيموا اوجاع، تيقيموا اوجاع، ما رح يحكوا لان فيها هيدا فيزيك وفيها ميتافيزيك ما ورائيات، ويمكن ما يفهموها، ما يفهموا علينا ولا يفهموا عليه، يفهموا انه عالش اذا فينا نقيم وجع نحن قبلين بالقصة، خليه بأول مرحلة هيك مش مشكلة، وبلشوا يقتنعوا انه هيك. هلا سنة 87 لما قال اكتشف هالقصة وقال الايد
الكف اسمها سو باللغة الكورية، سو معناتها الكف، هي باللغة الكورية. جوك معناتها القدم، من هيك اسمها سو جوك أكوبانكتشر، سو جوك وخز الإبر من خلال الكف والقدم. اجا قال انه هذا الكف والقدم هو الشبهين لبنية الإنسان، في شبه كتير كبير. صاروا يضحكوا عليه، مثل دائما هيك لما يكون واحد بيخترع شغله بيكتشف شغله بالاول بيفكروه مجنون، بالاخر بيطلع انه معه حق. هيك كل العلماء تقريبا. قرر هو يمشي، قرر هو يبلش بالعالم يعني يعلنها ويدرسها. اول محاضره عملها باسبانيا بمدريد سنة 87. مين حضر المحاضرة؟ بمعهد الطب الإسباني بمدريد اجوا الأطباء حضروا المحاضرة. كان في كتير أطباء من الأطباء التقليديين. حكي بالمحاضرة، شرح ليش الشبه، ولا رح نشرح ليش الشبه المزبوط، ليش في شبه مزبوط. اقتنعوا، في لوجيك، في منطق بال وحد واليوم حد اليوم ما في اثنين بيقدروا يقولوا انه ما في شبه. مستحيل يقدر حدا بالعالم هلا يقول انه ما في شبه. هلا لما بيعمل محاضرته هو دائما عادة بيعمل ديمونستريشن، يعني بجيب حدا من الصالمين معه شي يشرف، بيعمل ديمونستريشن كانوا اطباء، هذا ركبته بتوجع، هذا راسه بيوجع، هذا شي بيوجع، بخلال شي بسيط اختفى، فكروا انه شيء مثل كذب، صار شيء سحرهم، اقتنعوا، صار بدهم يدرسوها. قالوا بليز عملنا سيمينار ما ندرس. وهيك بدأت السيمينار، صار سيمينار بكل العالم، وين ما كان بالعالم صار في سيمينار هيك، بيعملوا حلقات وندوات تبلشوا يدرسوها. سنة 91 راح على روسيا، موسكو، بيتربورغ، كازاخستان، برم، هونيك دغري مسكوا القصة. هلأ اليوم في ألوف من الأطباء كانوا تقليديين عم بيستعملوا هيدي الطريقة، ألوف بأوروبا، بألمانيا، بالسويد، بالنرويج، وين ما كان، وحتى بأمريكا اليوم في سوجوك سنترز بكل الولايات، سوجوك سنترز، بس هونيك عم يستعملوها، بيسموها كورسبوندنت ثيرابي فور انستنت بين ريليف، بس تقيموا اوجاع. وفي منهم درسوها بعمى واكثر من اوجاع للعلاجات كمان. خلينا هلا نحن اليوم، وهذا الانسان هو عالم مش طبيب، بس كان عنده معلومات كتير كتير واسعة بالطب الصيني والطب الكوري والصيني والفيتنامي، كله بيشبه بعضه. عالم كبير، والميسيون تبعه يعني كأنه جاي على هالأرض مشان يعطي هالهدية للعالم. هذه هدية، هذه أول شيء هدية من الله سبحانه وتعالى، هدية، وهو عم بيعطي هالهدية هيدي، عم بيعطيها للعالم وعم بيفسرها بطرق منطقية، مش حكي يعني هيك بس حكي، بطرق منطقية وطرق بيعملوا ريسيرش وابحاث وهيك، وبلشت تنتشر هيك. هلا اليوم عنده فوق 120 كتاب من الكتب الكبيرة كلها ابحاث بالسجوك، من وخز الإبر الصيني لحد ما وصل لهلا اليوم، لحد اليوم في ابحاث. هلا المركز الاساسي تبعه ببافوس بقبرص، ببافوس بقبرص في مركز سوجوك ثيرابي. بتحبوا تاخذوا الويب سايت تبعه، فيكم تاخذوه www. اكتبوها
هيك مثل ما بكتب بس وجوك سايبروس .com بيطلعوا الانترنت بتشوفوا عشرات الوف الصفحات مع صور مع الكيسز مع كل شيء. بعدين في وحده ثانيه كمان .com والله بدون اي نقطه هيك هذا الادريس بيطلعوا على الانترنت بتشوفوا شو السوجوك اللي بده ياخذ بعدين معلومات اكثر واكثر واكثر. هلا نحن قلنا انه كل وخز الابر وكل شيء في بنعرفه بالطب البديل هي موجوده بهالكف وبالقدم كل شيء حتى المسارات تبع جسم الانسان في 12 مسار وفي مسارين الكونسبشن والجوفرنر صاروا 14 هون كلهم موجودين هون كلهم هون هن ذاته. هلا راح نشوف ليش وين الشبه وين الشبه بين الانسان والكف والقدم. اول شيء الكف والقدم بيشبهوا الكف والقدم بيشبهوا بعضهم اثنين مش هيك بيشبهوا بعضهم. وين في شبه الانرجي بتروح لهونيك الطاقة بتبقى قوية كتير مؤثرة الناس بتحكي مع بعضها لأنها بتشبه بعضها الحيوانات بيحكوا مع بعضهم بيشبهوا بعضهم واسم من الحيوانات البسينات بيروحوا مع بعضهم الكلاب مع بعضهم لأنه بيشبهوا بعضهم والطيور كمان مع بعضها والإنسان مع الإنسان أنه بيشبه بعض بيشبه. بما أنه الكف شبيهة لجسم الإنسان إذن العلاج من خلال الكف مؤثرة كتير من أول ما خلق الإنسان خلق بالكف وبالقدم خلقوا معه ثلاث أجهزة تطابقية correspondent system ثلاثة مع بعضهم هون ثلاثة مع بعضهم. هلا في كمان correspondent system غير الكف والقدم كمان الدينة كل أعضاء جسمنا بالدينة شوفوا الدينة بتشبه الجنين ببطن أمه شايف هذا الرأس العين اليوم بيعملوا تشخيص بيعملوا صورة لأسحية العين الكورنيا وبيشوفوا كل أعضاء جسمنا من خلال العين. هاي عين مش هيك كل الإنسان بنشوفه هون كل أعضائه. هلا بعين اليمين بيشوفوا مثلا كلوة اليمين بعين الشمال بيشوفوا كلوة الشمال بعين اليمين كلوة مقسمين. هلا بدنا اختصاص لواحد يشوف مزبوط المصران صار هون الراس صار الانخاء صار فوق يعني والمعدة صارت هون هذا اختصاص لحاله يريدوا دياجنوستيك اسمه. وين في كمان كورسبوندنت سيستم؟ بكل قطعه من جسمنا في كورسبوندنت سيستم بالمنخار الانسان كله باللسان بالشفه بالصدر بالراس هون في راس هون ايدين وهيدا وهون اجرين وين ما كان كيف ما بنبرم في كورسبوندنت سيستم. خلينا نحكي عن الايد اليوم عن الكف. الانسان طالع منه خمس اجزاء راسه ايديه واجريه خمسه ايدنا كمان في خمسه خمس اجزاء
أعلى جزء أعلى شيء هو الرأس. هذا الرأس وين شو بتضوي هيدي؟ وين عم بتضوي؟ أعلى جزء الرأس. فرجينا الكف هون يعني هيدا لما كان هون هيدا هيك. هذا الرأس. هلا من طب سامعيني هيك بدونه؟ ألو؟ مش شغال. هيك سامعيني؟ اوكي. إذا الإيد كمان فيها خمس أصابع مش هيك؟ أعلى إصبع أي هو؟ أعلى واحد. الإبهام. أدخن واحد. الإبهام. أقصر واحد بين هول الإبهام. وإله اسمين. راس ورقبة. اثنين. واحد اثنين. دبه كل واحد يطلع فيه اثنين. خلينا نعمل ايدنا هيك. عملنا ايدنا هيك. شوف على طول هذا حابب يطلع على طول لفوق. في اصبعين هني اطول شيء بين الخمس الثالث والرابع. هني اطول شيء. شو اطول شيء بجسمنا؟ الاجرين. ولما منوقف اجرينا على الارض ايدينا ما بيطالوا الارض. وزيت الشيء هاي حطوهن هول الثالث والرابع هول بيضقروا هيدا وهيدا ما بيضقروا. قال اذا هول الاجرين الثالث والرابع هن الاجرين المؤشر والخامس هن الايدين. وين في شبه بعد؟ باليدين وبالاجرين في ثلاث مفاصل. كتف مفصل، الكوع مفصل، والرسغ مفصل. اذا هول ايدين واحد اثنين ثلاثه عدوا ثلاثه. والاجرين ذات الشيء حوض الركبه والكاحل كمان ثلاثه. شبه الانسان لما بده يحني حاله ما في يحني لورا بيحني لقدام تيخبي حاله. وهيدي كمان ما فيها لورا زايدة حول انسانها. اذا هيدي السايد هيدا الجهة الأمامية هي الجهة الأمامية من جسمي. وهي هي الجهة الخلفية من جسمي. مثل ما شايفين هنا ثلاث مفاصل وهون ثلاث مفاصل واحد اثنين ثلاثة وهون واحد اثنين ذات الشيء بالايد. هلا ما انتبهوا له بالزمانات الصين من 5000 سنة بوخز الابار والعلوم الصين من 5000 سنة ما انتبهوا. كانوا منتبهين عندهم كتاب كان جميل ولحد هلا بعده. كانوا مفكرين انه هذا الاصبع اطول واحد هو الراس. فكروا انه هون لازم يكون في كورسبوندنت سيستم. بس كانوا مفكرين هذا الاصبع يلي هو اطول شيء هو الراس. بس طلع لا الراس هيدا. وين في شبه بعد؟ بالقياسات في شبه. بالقياسات ان الراس اتخن شيء وهذا اتخن شيء. هذا أقصر شيء هذا كمان والرأس أقصر شيء. بعدين الإجرين والإيدين صوب الأرض نزلين بارلل صوب الأرض. هول كمان صوب الأرض. ما ننتبهوا له من زمان لأن هيدا الإصبع جاي على جنب جاي هيك ما انتبهوا له. المفروض هاي
نجيبه كله هيك لهون كله سوا هيك لهون تيصير مثل انسان. بس الله ما بده هيك مش نقدر نشتغل. اذا ما اشتغلنا بايدينا وما مشينا منموت. ليه؟ لان كل اعضاء جسمنا بشكل محدد عنده النقاط هون كلهم بشكل محدد. هلا شفتوا هاي هيك هاي ها الزيح هيدا هيدا كله سوا مع الاصبع. هيدا صار هون الراس رقبي وكل هالمنطقه اللي عفرجيها هو القفص الصدري. بنجيبه هيك لفوق اوكي مع قفص الصدري طلعوا انسان مثل كانه جاي من شي قمر من شي بلانيت جاي. ها شبيه كثير شبه. وين في شبح بعد؟ الانسان اذا بنقصه بالنص ميل اليمين بتشبه الشمال. وزيت الشيء هون خلينا نقصه هذا بالنص هيك او هيك بالنص نزلنا هيك قصينا هيدي الميل كلها تشبه هيدي الميل. هلا تتفهموا علي بعد شوي اكثر. شوفوا باخذ ايدي هاي شيك. كل شيء فوق فيه الحاجب الديافراغما حجب الحاجز الديافراغما هي اورينتيشن مش انه هيدي زيح الحياه. الاورينتيشن يعني بناخذ هيك مثل بنشوفها اورينتيشن. خلينا نعمل زيح هيك. وفي اول زيح اللي بالرسغ اول زيح شو عم يكتب هذا محل ما مزيح هيدا القفص الصدري تبعي كله وراسي ورقبتي محل ما مزيح. كل شيء فوقه بنعمل ايدنا لفوق هيك هيك. لما بعمل هيك من بعد هيدا الزيح هيدا كله القفص الصدري من جسمي. اذا بدي اشوف شو في تحت القفص تحت الحاجز الحاجب بعمل ايدي لتحت بصيروا لتحت لان هون الاجري وهون الايدي وهون البطن. البطن بنقسمه لثلاث اقسام الفوقاني الابر اللي بيجي تحت الديافراغما النصاني هون بنص بطني شو في السره دائما علامات اليمين من جسمي علامات اليمين من جسمي على طول الكبد ما بصير على الشمال على طول هو على اليمين. هذا الديافراغما هو تحت الديافراغما دغري هون الكبد بصير. هلا خلينا نقصه للانسان بالنص. بالاول قصيناه هون قصيته من راسي لحد في عظمي هون لحد هون هون. بعدين بدي كفي القص هون اجري بيمرق زي هيك. هيدا لو كانت فوق كنا شفناها زيح مش هيك؟ بس لانه جاي على جنب ما بنشوفه زيح. انتبهتوا؟ هلا راح انا شحط المانت اليمين من جسمي هيدي ايد الشمال. بس من ايد الشمال في عالج الاسم اليمين من جسمي. هذا اسم اليمين اوكي هيدا كله
محل ما مشحط هيدا جسمي بس جهة اليمين، يعني من ايد الشمال في يعالج ايد اليمين، في يعالج اجر اليمين، في يعالج اي جهة من جسمي من جهة اليمين من ايد الشمال. مفهومي؟ هلا الايد هاي بصيروا مثل بيعملوا مثل ريفلكشن، مثل مرايات بصيروا. الكبد قلنا دائما وين؟ على اليمين تحت الديافراغما، هاي ايدي شايف جهة اليمين هون صارت، بهاي ايدي الكبد صار هون لانه مرايات صار هون. عظيم هيك. اذا اخذت النص هذا كله شايف هون في اجرتين وهون الايدين وهذا الراس والرقبة. هلا هون الرواية بينزل هون الترافيا البرونش الرواية ريت اليمين ريت الشمال القلب. بعدين في عنا بلعوم الهواء الاكل هيدا الاسوفج ها بينزل من هون اكلنا بينزل 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 لوين؟ لهون على راس المعدة. بتشوفوا عندكم هون تحت مثل مثلث، انتبهوا له في مثلث هيك ها. هيدي الكارديا هيدي تم المعدة، هيدي تم المعدة. هيدي تم المعدة بتجي المعدة لهون هيك هاي المعدة. بعدين شو بيجي من بعد المعدة؟ الاثني عشر، الاثني عشر هيدي الاثني عشر بتجي بتلف لهون على النص وبتفوت بالمصران الدقيق. مصران الدقيق بجسمنا هو حوالى السرة، يعني إذا واحد وجعه بطنه وين السرة هيك في وجع هذا المصران الدقيق، المصران الرفيع هذا بيكون. بعدين بتنزل بيخلص مصران الرفيع اللي طوله 8 متورة بفوت بالمصران، شوف خلص هون بفوت بالمصران الغليظ هاي الزايدة، هاي الزايدة الدود الزايدة الزايدة الدودية هون هذا السيكم بيطلع المصران الغليظ الاسندنت بارت بلف الترانسفيرسل تحت الديافراغم هون اكثر شيء بيعبي غازات، هون اكثر شيء بيعبي غازات. لما بيعبي غازات بصير يضغط على الرواية مش هيك؟ بصير يدق البصرية هون لما بصير في غازات هون. بعدين بيجي هيك لهون تحت الديافراغم صار هلا هون هيك الصورة مبينة انه بس هو تحت الديافراغم. بعدين بينزل descendant part، بعدين هيدي السيجمويد بارت اللي بيقولوا عندهم كوليت مصران غليظ عندنا وجع مصران غليظ هيدي هل اكثر شيء هالشق فيها هاي. بعدين بيخلص بالريكتوم اخر البارت تبع المصران بيروح على المخرج كلهم هول بالايد. هلا هون مش حاطين صوره اذا هيدا البطن كله هي تحت هيدا كله هي البطن مش هيك؟ وين في المعدة الكبد المرارة هاي شفتوها المرارة هاي الخضرة بدل المصارين وهي هذا الابر بار تبع الابدومين يعني الجهة الفوقانية المصارين بالجهة الوسط في عندي البارت بعد التحتانية هون هلا هي جاي صارت من ورا بطننا هاي بس في الجهة التحتانية اسمها اللور بارت يعني الجهة البطن اللي تحت الاسفل عند النساء هون في الرحم وفي المثانة هون في التيوبس فالوبيان وهون هون محل الضوء وهون منلاقي الاوفريز المبايض. عند الرجال هون البروستات واكيد عند اثنين الاعضاء التناسلية هون صاروا من الجهة الخلفية يعني من هون هون اللي عنده بواصير هون النقطة. اليوم كتير ناس عندهم هيك أوجاع هون نعمل استيميليشن بصيروا بيرتاحوا كتير. هلا بعدين بنشوف شو من كيف بنعالجهم. هلا الشبه الكبير
ويلي خلى الأطباء التقليديين يصدقوا وهيك ويبلشوا يدرسوا لما عرفوا انه بهالايد بهالكف في 26 عظمة. اذا منعد العظم 26 وبهيدي الكف في 26 وبكل قدم في 26 على القد. اذا بيعملوا 104 بجسمنا كله. اذا منعد من قيمة العظم تبع جسمنا كل العظم كل شيء ما بنخلي ولا عظمة في 208 نصهم. اذا قالوا في بروفيسورية بالتشريح بيعلموا تشريح قالون 40 سنة و50 سنة قالوا قلنا 40 سنة بنعلم تشريح ما انتبهنا لهالقصة ما انتبه. اذا الستركشر ذاته التكوين اذا ذاته عدد العظم قد عدد باقي عظم الجسم. اذا هول الشبه الاساسيات. بعدين عم نشوف لما بنعمل هيك مش عم ننتبه لانه هيدا جاي على جنب بس نجيبه لفوق انسان. هل من المعقول صار يفكر هو هل من المعقول انه الله اللي بيحبه للانسان وخلقه ما يكون عطيه شيء بجسمه يقدر يساعد حاله؟ الحيوانات بتساعد حالها لما بتمرض. مش معقول. واعطاه ثلاثة سيستم شوف قديش بحبه في محبة فيها spirit of love. هيدا العلاج في كتير محبة لان اعطاه ثلاث سيستمات يعالج حاله بحبه كتير. اذا هيدا لما منعالج بتعالجوا حالكم الواحد بصير يعالج حاله من خلال الكف بده يعالج حاله بمحبة. واذا ما في محبة ما في علاج كله محبة spirit of love. اذا في ثلاثة سيستم اتمنى شبه مؤثر كتير لما منعالج من كف والقدم مؤثر كتير لان الشبه كبير. هلا شو بيصير ليه منقول شو عم بيصير هون؟ لما بيصير عندنا مشكلة بيجوا موجات كهرومغناطيسية موجات صغيرة تجي من محل العطل على كل السيستم على كل السيستم كورسبوندنت سيستم وين ما كان بيروحوا عديني على القدم وين ما كان في كورسبوندنت سيستم موجات مغناطيسية صغيرة مثل كان لما بتنقطع الكهرباء شو بصير بالفيزيك. اذا انقطعت الكهرباء في موجات مغناطيسية بترجع على الموتور او على شركة كهرباء بترجع. بدنا نرجع نضوي اللمبة شو بدنا نعمل؟ بدنا نحط ايدنا على الزر. اذا بنحط ايدنا حد الزر ما بتضوي. وزيت الشيء هون بيجي موجات مغناطيسية اذا ما بيجي عليها وبعمل لها بريشر اضغط عليها ما بصح ما بصير منيح. لان عم بضغط عليها عم بفرفطها عم بترجع لمحلها وهي هيدي اللي عم بتعالج. ولما واحد بصير منيح بتضغطي على ذات المحل بتكون راحت بتروح بتختفي. اذا بهيدي الايد كمان ذات الشيء بدي اقسمها بالنص تفهمونا اكثر. هلا بدي شحط ميلة الشمال. ها هو المحل ما مشحط هي ايد اليمين. انا بس محل ما شايفين هيدا جهة اليسار من جسمي. وين صار الكبد هون؟ بعده على اليمين بس هون صار هون بهالمنطقة
هذا الديافراغم كمان حوي كمان في الديافراغم ذات الشيء. يا حوا هاي قفص الصدري الكبد هون صار على اليمين دائما هو على اليمين هو لنا مثل مرايات مثل مرايات هيدا هون على اليمين بس بهيدي الايد شوفي وينه بغير محل ادي لما بتطلع على المراية عينك اليمين شو بتكون على المراية الشمال زاد الشي هون تحت بعضه تحت هو هون تحت يحوض ديافراغم هذا في ديافراغم هون كمان هذا ديافراغم الانفيريور وهذا البوستيريور هلا هو هيدا هون ليش لان هيدي ايدي هيك هو لازم يكون هون يعني هيدا كله لازم يكون زيح مثل ما عندنا هون نحن بس لانه هذا جاي على جنب هون صار كل شيء فوق الديافراغم بعمل هيك محل ما مشحط هي جهه اليسار من جسمي وهون محل ما مشحط جهه اليمين من جسمي مش مفهومي؟ شو هو؟ يحوي هون تحت الديافراغم يحوي بهالميل يحوي هون لازم تحت ايدي تحت العضل هي من هيك لما منعالج الكبد بناخذ ايد اليسار احسن لانه مبين اكثر عرفتي وين القصه؟ هو الطرف اليمين دائما الكبد فالطرف اليمين عندك هون صار بينما هون عندي ايد هون صار مش تحت لا 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 الرئة مش الرئة ما هو وين الكبد تحت الديافراغم هذا يحوض ديافراغم هو تحته الرئة صارت فوق هون صاروا الرئة صارت هون الرئة الصورة الماضية تبعتي حال هون ما رح يبين مضبوط معنا لذلك لما بنعالج حال بناخذ ايد اليمين ايه ايد اليمين حال هو على الطرف اليسار الظاهر مضبوط على الطرف اليسار بينما هون حال ما رح يكون ظاهر لذلك ما بناخذ ما بنعالج ايد اليسار بنعالج ايد اليمين لانه رح تكون مبين والكبد نفس بالعكس خلينا نشوف هي ايد اليسار ايدي اليمين عم تجعني بدي اعالجها من ايدي اليسار هيدي ايدي اليمين مش هيك؟ اذا هيك واقف الانسان هاي ايدي اليمين بس بهاي الايد يحي ايدي اليمين بس زيت الاصبع هون صار ايد الشمال لانه نمريت هذا الاصبع زيته ايد يمين وهذا الاصبع زيته هون ايد يسار وزيت الشي هاي وزيت الشي هاي مريت انا بس هيك البرنسيب افهموا لي اياها هيدا اذا هون شو عندي الايدين والاجرين وهيدي الجهه الاماميه بعدنا من جسمنا ومن هيك بجسمنا بتشوفوا الجلد من الجهه الاماميه غير الجلد من ورا وين بتجي الشمس اذا واحد طب هيك واجا الشمس عليه هيدا اليان سيستم اليان ين وين بنحكي شوي عن الين والين الين والين قوتين متوازيتين وقد بعضهم وضد بعضهم وبيكملوا بعضهم وين ما كان موجودين بكل شغلة على الأرض فيها ين وين وبجسمنا كمان في ينو يان الرجال هو يان الامرأة هي ين هو مثل سيمبول يعني اخذوها هيك مثل شغلة هيك سيمبول هيدي ينو يان إنه رمز هي النار دائما بتطلع طلوع هي يان المي دائما بتنزل هي ين النهار يان الليل ين الجبل ين الوادي ين كل شيء بيكون ريلاتيف وبجسم الانسان في ين وين بس ما ننسى كمان بين الين والين هالقوتين في قوة ثالثة مش مبينة هي الكمال كله النترو هي اهم شيء النترو هي لما بيعلقوا ببعضهم هي بتجي بتتدخل وبتعمل هارموني بيناتهم بالكرة الأرضية لما بصير في
بتخربط الين واليان، بصير في عنا تسونامي وهزات ومشاكل طبيعية. هول لازم يكونوا بهرموني على طول، وهني هيك دائما، هني بجسمنا هيك وين ما كان، هني هيك. راح افرجيكم كيف. خلينا نفكر نشوف انه في مثل هون هيك نقطة، هون في مثل كوريدور، هذا المسموح فيه. استاذ هذا المسموح انه وحدة اكثر وحدة اقل، اذا وحدة قويت الثاني بتضعف، اذا وحدة ضعفت الثاني بتقوى. المفروض يكونوا هيك ان تيكونوا بهارموني. هيك عم بتعنزقوا، ها هون فيك مثل المرجوحة، هاديا وهاديا عم بتمرجحوا ببعضهم، بس مش المفروض يطلعوا برات هالكوريدور هذا على طول. هني هيك وهيك، ها اذا بعمل وحده ثانيه هيك، ها صارت هونين عم بتعنزقوا من هيك، ان منهم استابل كثير، مش قاعدين هيك وخلص. لا، اي شغله بتصير، اي مرض بصير او اي شغله بصير غير ارضيه، في واحد بيربح الثاني. مثلا هيدا بصير هون كبير، هذا بينزل كثير، هذا صار في اكسس كثير، هذا صار في ديفيشنسي، يعني قلت القوة تبعه. لما واحد بيقوى منه الثاني بيضعف اوتوماتيكيا، يعني بيضعف. وهذه النقطة يلي بالنص هي النترو، هي بتعرف كل شيء كاملة، بيرفكشن. النترو مش مبينة بس في نترو. إذا ثلاثة، في ثلاث قبات، الين والين والنترو اللي بيناتهم. هلا بجسمنا كمان في ين وين. اذا بنشوف الجسم بنبلش نقص هيك من النص، وين بتيجي الشمس هيك. اذا واحد بتقلب هيك، جسمنا اذا مسموع؟ اوكي. هلا بجسمنا اذا بنقص هيك، نحدد دايني، بننزل، بننزل على الايد من هون هيك هيك، نيجي على كل اصبع، على كل اصبع بنزيح هيك. هيك اوكي، ها بنروح هيك، بعدين بنجي لهون، بننزل لهون، بنوصل لهون، بعدين هون تنزل هيك بالنص. هيدي الميل الشمس ضاربه، يعني الميله هاي الين. من هيك اذا هي اجري، هيدي المنطقه انتبهوا لي هون منيح، هاي المنطقه من جوا اللي بتتخبى هي باجري هون، هاي هون بالنص، بالنص بتصير هون على الزيح، الين والين البوردر على الحدود هون بتصير. انتبهتوا؟ في هون الين والين حطهم. إذا بجسمنا في ين ويان مثل الطبيعة، ذات الشيء، تمام ذات الشيء. هلا شو بعد في شبه؟ شو بعد في مثلا إن الإيد والكف بيشبه، بيشبه جسم الإنسان. شو بعد في شيء ما إحنا مش شايفينه، ما بننتبه له، بس هو
شبيه بيشبه موجود فينومين ظاهرات على الارض ظاهر على الارض كثير فيه ما احنا ما بنشوفها ما تبين مثل شو مثلا مين بيعرف سيك كل شيء لما بتكرر هذا شبه نهار بصير ليل وبعدين ليل بصير نهار هذا كمان في شبه وبالسنة الفصول الأربعة كمان بتغير مش هيك بتكرروا سيكل هذا كمان شبه هرزارات فينومين إذا نحن هلا شفنا الكف من الجهة الأمامية بنشوف الجهة الورانية يلي أكثر شيء الناس بتشكي منها وأوجاع الظهر والرقبة وهالمصايب هاي اللي أكثر شيء بتشكي منها وين ظهرنا من ورا شو في؟ لو في مسحهم بمي بروحه وترجع ارسم له هلا هذا من الجهه الاماميه هلا من هالجهه الجهه الخلفيه من جسمي شو في من ورا في عندي راسي من ورا الاوكسيبيتال سايد هيدا صار هون فيك فرجينا الاصبع من هالوين معنا هلا في عندنا الرقبة فيها الرقبة سبع خرزات سيرفيكال سباين بالرقبة بتبلش من هون بالنص دغري السابعة هون نافرة شوفوا عندكم كلكم نافرة وبجسمكم نافرة وهون بالرقبة عملوا هيك في عظمي أكتر شي نافرة هاي السابعة هاي هون صرنا بالسبعة سبع فقرات شفتوها؟ بعدين في 12 فقرة توراسيك بتبلش من هاي العظمة من تحتها للتوراكس لكل القفص الصدري في 12 من هون لهون هاي الرقبة خرزات الرقبة السبعة هلا في منهم بيقولوا لك اعملوا لي مساج هون هيك شفتون هول هيك النقطتين هول شفتون هول هون هاي وحده هون وهي وحده هون هون محل ما في جورة هيك هلا هول الخرزات السبعة بس القفص الصدري في 12 بس من هون لان هذا اصبع جاي هيك ما بكفي ال 12 بننزل نزول بننزل في محل هيك صار فاضي هون ل 8 الخرزه الثامنه صارت من الواحد هون من الواحد للثامن بعد في عندي اربع بالتوراسيك شو بدي اعمل فيهم؟ وفي عندي الضلوع هيك بنجي من هون بين الاجرين العمود الفقري بين الاجرين مش على جنب بين الاجرين هلا بياخذ هيدا هيك 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 لاول زيح هون هلا هيدي التاسعة تورسك بعدنا 9 10 11 12 لحد هون بعدنا بالقفص الصدري هيدي كله هاي كلها وهول قفص الصدري هون الضلوع شايفين هلا من هون لهون 8 تبع القفص الصدري بعدين 4 بين الاجرتين بين هالاصبعين اللي هن الاجرين من فوق 4 بعدين نزلين نزول شو عندنا ال L1 لل L5 اللمبر
خمس خرزات فيه. أكتر شيء هناك بصير في الديسكات، أكتر شيء ديسك بيقولوا غني ديسك، بيجوا من هون هيك لحد هون تقريبا الوان هيك لهم من هون لهون. بعدين في عندي خمسة ملزقين ببعضهم الساكرال، هن من هون لهون الباقيين يعني. وفي ثلاث عظمات اللي بي موبيل هيك متحركين اسمهم الكوكسس، يحني هون بالاخر. اذا صار عندي 32 فقرة يحني هون. هلا مش هن الفقرات هون، معلوماتهم هون، الانفورميشن تبعهم هون. احسب يقولوا كيف الفقرات هون اجوا لهون. الكلى وينهم بجسمي؟ بارا فيرتيبرال. اذا العمود الفقري بالنص في كلية على اليمين وكلية على الشمال، مش هيك؟ تاخذوا اي ايد بدكم، خذوا اصبع من اصابعكم بين اول اصبع والثاني، بنطلع هيك في مثل كنال هيك، كنال بنطلع هيك بنطلع، في محل حاجز، في محل وقف هيك عشان بخليك تطلعي. هيدي الكافيتي هاي هون، هيدي كلوتي اليمين لحيهم بالكافيتي بالجوره، في حاجز بعدين عشان بخليكم تكفوا. هاي كلوتي اليمين بين هالاصبع وهالاصبع، نطلع كمان في كنال، هوب وقفت هون. هيدي كلوتي الشمال. بتطلعوا هيك في محل ما بدقوط تكفوا، كافتي فيه هيك مثل الجورة. هيدي هون محل الكلوي. إذا واحد عنده وجع كلوي، بس مش معناتها بكرة تشدوا وجعنا نقول عنا كلوي نصير هيدا نو. هلا معقول إيدكم تكون عم تجعكم، أنت بيكون في عنا سيمتومز، بس عادة بيكون في عندي مشاكل كلوي دغري هيدي النقطة بتوجع. أول ما بتتقريها بيصرخ المريض بيعمل رياكشن. هيدي الشمال هيدي اليمين. الوجه اذا شفنا الظهر كله يلا ها رح اجي لعندك. ها يلا شوي شفتوا. ها شو اللي ما فهمتي؟ شوفي هون هاي الرقبة، وهيدي كمان ثمان خرزات تبع القفص الصدري. بعدين بننط لهون لان هن 12، بننط لهون هون كمان قفص الصدري 9 10 11 12. بعدين اللومبر خمس خرزات، بعدين الساكرال والكوكسس. كله هيدا صار هيك كله عمود فقري هيدا. خلص هو من هون هيدا. ايه من حد الزيح، اول زيح، اول زيح. اوكي ايه شوف القفص الصدري يحوي. ها هذا القفص الصدري، في هون محل، هون محل في جولة هون الثامنة. خلص بتخلص الثمانية. بعدين بننط لهون لأن هيدا إصبعنا هيك، بس إذا بجيبه لفوق هيدي بتتحد مع هاي، بتصير عمود فقري طويل، مش هيك؟ ومش جاي هيك وهيك بجسمنا، جاي طويل. فهمناه هون؟ هلا بالطب الصيني قلنا في ميريديانز، في مسارات ونقاط كثير، وكان صعب كثير يعني، من هيك ما كانوا يحبوا يدرسوها، خاصة الأطباء اللي ما كان يشوفوا هيك الميريديان وكثير في نقاط ورايح من هون وطالع من هون ويدرسوا النقاط، ما كان يحبوا. إجا هيدا باك جنو هينا كثير، هينا كثير، وما اتحط شيء بالصيني ولا بالكوري، حطهم بالالفابي A B C هيك، وصغر الحفرة بين الطب التقليدي والطب الصيني. مد جسور هينا، بلش يهينا لما بلش يحكي، لان هون بالايد في طاقات مثل ما بجسمنا في طاقات، هون كمان في طاقات بيحني هون. هذا جسم صغير. شو طلع هيدا هون دكتور؟ ادبان صغير. ها رموت
كنترول. العلاج عن بعد، لان كل قطعة منا معلقة بكل جسمي، في ريليشن، في خليني اعطي مثلا، اطول ميريديان بجسمنا هو الميريديان تبع المتانة، المثانة، اطول واحد، هيدا اكبر واحد، ببلش من العين من هون، بيطلع هيك على الراس، بلف لورا وبلف على الظهر ثلاث مرات هيك ثلاث زياح، وبيخلص بالاصبع الصغير تبع الاجر، بيخلص هون، بيجي من الظهر بيجي وبيخلص هون، في 67 نقطة هيدا، 67. هلا هو كمان يحوي هون لانه هذا جسم صغير، بس هو هون على صغير كمان، ببلش من العين، خليني اشيلها، رح لكم شيء، هاي اللي بيفهمها بيستوعبها، مش يحفظها عن غايب، يستوعبها. هيدي راحت لكل حياته، لان هيدي مش ظاهره هلا اليوم بكره راحت، هيدا اكتشف، هيدا موجود من اول ما خلقنا، من اول خليه هيك الله هو حطه.